ازيكم عاملين ايه؟ نتكلم على موضوع الثقة بسرعة، وهنتكلم على شقين مهمين. الشق الاول ان الناس فقدت الثقة في نفسها. انت لازم تدرك انك انسان مش كامل، واي نقص فيك ده شيء طبيعي، ولكن لا تستمد ان انت عايز تعوض هذا النقص بانك تاخد حاجة مش لايقة عليك. فانت لازم تبدأ انك تحسن من نفسك وتبدأ تطور كل جزء في حياتك. انت هتلاقي نفسك بتشعر بالثقة تدريجيا، لان طول ما انت واقف مكانك مش بتتطور ومش بتشتغل على نفسك وبس قاعد تتفرج على حواليك، لن يكون عندك اي ثقة داخلية. وبما ان الثقة رغبة انسانية، فانت هتستمدها بشكل زائف من اعجاب بعض الناس وبين احساسك بالتفوق على بعض الناس اللي اقل منك بمنظورك ومفهومك، وطبعا دي قمة عدم الثقة. يبقى نشتغل على نفسنا وساعتها نشعر بالثقة. طول ما انت واقف مكانك لا ثقة. الشق الثاني هو ثقة في الآخرين. في نظرية لازم كلنا نبدأ نمشي عليها، هي نظرية دوائر العلاقات. الدائرة الأولى لازم تكون بين كل بني آدم وربه، مفيش أي بني آدم بيدخل في هذه الدائرة. فهذه الدائرة أنت بتبوح له بأسرارك العليا، لو ليك أسرار عليا، مكنونك العبادي والعقائدي بينك وبينه، أي أفعال خير أو عطاء أو دعاء أو أي حاجات أنت عايزها بتبقى بينك وبينه، مش المفروض أنك تدخل فيها حد. دي أول دائرة لازم تبقى عندك ولازم تحافظ عليها كويس جدا. الدائرة بعد كده تاني دايرة في خصوصيات حياتك، ودي بيحتلها وانت صغير الاب والام فقط، ولما بتكبر بيبقى رفيق الحياة. فهذه الدايرة التانية انت بتبدأ تبوح ببعض من اسرارك وقصصك وخطاياك، وقد تفتح قلبك اكتر وتبقى شفاف جدا للطرف اللي معاك. بعد كده في دوائر اخرى بيحتلها بعض الناس من العيلة، اصدقاء العمر والحاجات دي. بعد كده بيجي الناس والمعارف والعلاقات العامة الطبيعية. القاعدة هنا ان كل بني ادم محطوط في دايرته ليه حد معين انه يطلع على نفسك. الناس بقى بتعمل ايه؟ الناس بتستبيح نفسها وبتحكي كل اسرارها وكل قصصها وكل مشاكلها لاي حد. احنا نسينا ازاي نتعامل مع بعض. مش المفروض ان احنا نتكلم اصلا عن نفسنا لحد بعيد. مش المفروض ان احنا نتكلم على حد حوالينا ونتكلم عليه بره. مش المفروض ان احنا نجيب سيرة اهالينا ونجيب سيرة الناس اللي احنا عايشين معاهم بره. مش المفروض ان احنا ننتقد ونشتكي في الناس اللي احنا بنحبهم لناس بعيدة. هذا خاطئ وده غلط. ده اللي بيؤدي في الاخر ليه؟ ان احنا بنوصل لمراحل ان احنا بنلاقي ناس بيخونونا وبيتكلموا علينا وبيقولوا علينا كلام مش كويس، وبنكتشف بعد كده ان هم عايزين يأذونا. ليه؟ لان احنا استبحنا انفسنا. دايما حط حاجز واحمي اسرار حياتك واحمي اسرار الناس اللي عايشه معاك. بالنسبه للعلاقات بين راجل وست، مهم جدا جدا الحفاظ على سريه العلاقه وجعلها فيها قدسيه من نوع ما. ما ينفعش يتكلموا على بعض خارجين ابدا، حتى للاهل ما ينفعش خالص. كل ما بينهم من أسرار وطموحات وتوجهات وأحلام وقصص ومشاكل وخناقات وخلاف، ما ينفعش تطلع بره نهائي. المشكلة بتحصل بنجيب حد من بره بيطلع. لما انت بتدخل حد من دايرة بعيدة، بتدخله في الدايرة دي، بيحصل مشكلتين. المشكلة الاولى ان الطرف اللي معاك لما بيلاقي ان انت جبت له حد بعيد، بيبدأ يشعر هو بقى بعدم الثقة فيك، لانك جبت له حد. انت كده خنت الامانة اللي بيننا، امانة السر والخصوصية. المشكلة التانية ان الشخص اللي انت بتجيبه ده في الغالب هيأذيك ومش هيفيد العلاقة، وقد يأذيها بنصائح خاطئة او بنظرة مختلفة قد تؤثر فيك بطريقة سلبية تؤثر بعد كده على العلاقة. لازم تحكم دوائر العلاقات، لازم يبقى عندك وعي، لازم تفهم ازاي تتعامل مع الناس. مينفعش تتكلم على حد، مينفعش تستبيح نفسك، مينفعش تتكلم على حياتك واسرارك وقصصك بسهولة مع اي حد. حافظ دايما على سرية نفسك وسرية الاخرين. حاول تركز في نفسك انت وطور من نفسك انت، وقوي علاقتك بربك، وخليك انسان متصالح مع نفسك ومع الدنيا. هتلاقي عندك ثقة داخلية كويسة جدا، مش هتخليك بعد كده تلجأ لأحد من البداية، ومش هتوصل لمرحلة ان انت تفقد الثقة في حد، لان انت واثق من نفسك. وفي الاخر هتكتشف ان انت مش محتاج حد عشان تثق في نفسك او حد يساعدك او يقف جنبك. اشتغل على نفسك واحكم علاقاتك بالناس. يلا خدوا بالكم من نفسكم واشوفكم على خير.